اتهمت روسيا أوكرانيا بقصف محطة زابوروجيا. وقال نائب مدير قسم شؤون رقابة التسلح بالخارجية الروسية إن القوات الأوكرانية قصفت محطة زابوروجيا الذرية ومدينة إنرجودار بأسلحة ثقيلة، ما أدى إلى قطع الكهرباء عن جزء من الأجهزة العائدة لأحد مفاعلات المحطة وتضرر خط الإمداد بالهيدروجين. قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن التحركات العسكرية الروسية في أوكرانيا على وشك الدخول في مرحلة جديدة، وتحول معظم القتال إلى جبهة يصل طولها إلى ما يقرب من 350 كيلومترا تمتد في جنوب غربي البلاد بالقرب من زابوروجيا إلى خيرسون بمحاذاة نهر دينبر. وأضافت وزارة الدفاع البريطانية على تويتر أنه يكاد يكون من المؤكد أن القوات الروسية تحتشد في جنوب أوكرانيا، حيث تستعد لصد هجوم مضاد أو شن هجوم محتمل، وتستمر قوافل طويلة من الشاحنات العسكرية والدبابات والمدفعية والأسلحة الروسية في الابتعاد عن منطقة دونباس الأوكرانية متجهة صوب جنوب غربي البلاد. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن زيارة مرتقبة لمسؤولة كبيرة في الوزارة إلى إندونيسيا وسنغافورة الأسبوع المقبل، تستهدف بحث وضع سقف لسعر صادرات النفط الروسية. ومن المقرر أن تجري إليزابيث روزنبرغ مساعدة وزيرة الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية محادثات مع نظرائها في كل من إندونيسيا وسنغافورة في إطار ردود الفعل على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.